دمل الأمن رجال يحتمون الدار قولا وفعال، هم أسود الأمن صمام الأمان خلف من قد صال للأمن. عملية الإرشاد تكون من أخذ بيانات الحاج الضائع وإيصاله إلى أقرب المخيم المخصص له. في بعض الحجاج نقدر نوصل له بالخريطة نخليه يروح بالحالة، اللي ما يقدر أو تعبان ممكن ناخذ عربية نوصله إلى مخيم. أن يكونوا حين تحت جورها، حين يبدي الشر ليلا بالنفوس. هذا المجول يكون عن طريق إرشاد الحجاج المتاهين عن طريق الخرائط أو عن طريق جوجل ماب إذا كان يحمله، هذا يوصف لك عن طريق المخيمات. بدأنا العمل في مجدات المملكة في مركز أطفال التائهين من 8 سنين، وفي أول سنة تقريباً عدنا تقريباً 80 طفل تائه لأهلهم، وصل العدد في هذه السنة فقط 8 تائهين، وهذا بفضل الله وفضل جهود الوزارات والكشافة في التوعية، وفي كمان بالنسبة للتصاريح التجديد في التصاريح، فتحس إنه إحنا شفنا ثمار هذه التوعية. ذاك الجمع ما يبغي الحياة في بلادي، دمى للأمن رجال يحتمون الدار قولا وافعال، هم أسود الأمن صمام الأمان. جهود الكشافة ما في شك يعني تشكر بعد ما تذكر، وهي حقيقة متميزة ومن عام إلى عام تتطور. استخدام التقنيات أصبح الحمد لله هذا يعني سمة، وهذا حقيقه يعني اعتقد انه سيقفز قفزات في خدمات تقدمها الكشافه والجمعيه الكشفيه. Very helpful to people's for us, very effective and fruitful organization. والوثاق والاخاء والوئام قدموا للناس بالحب مثال، في مزار الضيف للبيت الحرام عون شيخ كان للعز رهيب، رحمة للطفل في كل مقام، رحمة للطفل في كل مقام.